سميتو هذا مبروك علينا. أرى لي شي حاجه اخرى لا كاينه نديوها. اول حاجه كنشكر اللاعبين بكل صراحه على الانضباط ديالهم ثلاث الموسم. ما يخفاش عليك فريق الرياضي هذا الموسم هذا ياخذين عدد كبير ديال المباريات. اهم حاجه هو يعني ترسخت واحد الثقافه الا وهو يعني نفرحوا الجماهير القاعده الجماهيريه ديالنا. هذا الانتصار كنهديه يعني رئيس فريق السعيد النصيري بكل صراحه لانه كيبخش على الفريق اللي كان معنا في السراء والضراء. يعني مرنا بعض المخطبات اللي كان شويه صعيبه ولكن الحمد لله كان عندنا جروب تري سودي. دي جوار كانوا كومبيتيتور دي جوار اللي كانوا تيابليكو لي كونسيون كنعطيهم يعني عرفنا كيفاش نديروا لي ماتش. يعني ثالث مره يعني كان تنقدم اعتذار للجماهير الوداديه على عدم التاهل ديالنا للمباراه ديال النهائي ديال كاس الاطار الافريقيه. اهم شيء وهو يعني دخلنا الفرحه على الجماهير فد يعني كتختم يعني باقي واحد ثلاثه دورات وكتكون انت بطل يعني كتكون يعني واحد النشوه ديال الجماهير يعني اللي كنا عارفين المسؤوليه المقاتله على العاتق ديالنا. بكل صراحه اللاعبين كنشكرهم بزاف على الانضباط ديالهم وعلى السيريه ديالهم لانه باش عرف لنا هذا الموسم هذا لعبنا واحد تقريبا واحد بريسك واحد 50 ماتش والحمد لله عندنا زيرو بلوسيو. هذا كيبين بان اللعبه كانوا عارفين شنو كينتظرهم يعني كيف ما بريبارينا في ديبي سيزون يعني سي لو بلون اتليتيك يعني حتى اللعبه عرفنا لي زوبجيكتيف ديالنا. يعني ضاع لنا واحد اللقب ديال الشامبيونز ليغ يعني وصلنا للمباراه نصف النهائي ولكن بقى مباراه بقات لنا البطوله وكاس العرش. اهم شيء هو بغينا نختموا هذه المباراه اليوم في وجده. كنعرفوا يعني فريق وجده اللي فريق خسر كنعرفوا فريق منظم فريق اللي عنده التاريخ اللي عنده اللي كان كاين في الفرق الكبيره فريق اللي عنده مدرب اللي كيعرف كيجيري لي ماتش. اهم شيء هو كان خصنا نفوزوا بهذه المباراه ديك باش علاش باش نختموا يعني وتبقى نبريباري الماتش ديال 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 لاكوب يترون يعني في واحد يكون عندنا واحد دو طون لانه كنعرفوا اللعبه خذوا عدد كبير ديال المباريات. اهم شيء وهو الحمد لله عندنا مجموعه متجانسه اللاعبين كنشكرهم على الانضباط ديالهم وعلى على الصرامه ديالهم لانه هو الوداد فريق ديال الالقاب فريق ديال 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 التتويجات والحمد لله. يعني هذا الموسم هذا يعني خدينا العتيق ديالنا بان خصنا نفرحوا الجماهير الوداديه والحمد لله تاثرنا ذلك. وكنشكر كل من ساند الوداد كل من ساند الوداد شكرا لكم. العظيمه تعاملت ان شاء الله الحمد لله من جنود الخفاء سي محمد اولا جميعا الحاز اخويا القدوم ديالو القدوم ديالو عطى واحد الدفعه للاعبين اللي بكل صراحه الاكسبيريونس ديالو يعني ما كيبخلش كل صغيره وكبيره. تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم الحمد لله جينا التيمار ديالنا اللي العام كامل اللي كنا كنخدموا الحمد لله فزنا ببطولة. كما كيعرف الجميع فماشي بالسهل باش تفوز ببطولة. البطولة هي أصعب ما كاين في كرة القدم لحقاش كتلعب 30 دورة. الحمد لله كان شوية ديال لا سوفرونس صبرنا الحمد لله. الدراري كانوا رجال حاولنا نحسموا اللقب قبل من الدورة الأخيرة. فاحنا إن شاء الله دابا غادي نتكونسنتراو على كأس العرش وكنبغي نهنئ الجماهير ديالنا وكنهديهم هذا اللقب وان شاء الله يكون كاس العرش ان شاء الله حتى هو من النصيب ديالنا ان شاء الله اللي نهديه حتى هو الجماهير ديالنا ان شاء الله. الحمد لله مبروك لنا هذا اللقب. هذا هدف من الاهداف اللي كتسطر الحمد لله كيتحقق اليوم. الحمد لله مبروك علينا ومبروك على جميع الشعب الوداد الامه. ان شاء الله مازال الخدمه مازال شي غان ان شاء الله باش يبقى ديما الفريق الفوق. ومره اخرى كنقول لهم مبروك عليكم ومازال ان شاء الله حنا في خدمتهم ان شاء الله باش يكونوا ديما ان شاء الله الوداد فوق. وهذا هو الطموح ديالنا هذا هو الطموح ديال الفريق هو ان شاء الله يتوج بهذاك الكاس. الحمد لله حنا كيف قلت لك واحد الهدف تحقق اليوم مازال هدف اخر ان شاء الله اللي كنخدموا عليه ان شاء الله باش نحققوه حتى هو. مازال التركيز ديالنا ان شاء الله كامل يكون على كاس العرش ان شاء الله باش نجيبوا نزيدوا على الخزينه الفريق ان شاء الله.